السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. اليوم جبتكم تحلية يعني 2 في 1، منها فلون ومنها سلطة دفروي ولا سلطة الفواكه. جاية بزاف بنينة وهايلة وحتى المنظر تاعها بزاف شباب. تحبوا تجربوا في هذا رمضان ماشي مشكل، ومنها تقدروا تدوا وصفة الفلون وتقدروا تدوا منها كذلك وصفة نتاع سلطة الفواكه. يعني قلت لكم 2 في 2، تحبوا ديروا هذه ولا تحبوا ديروا هذه أو ديروهم في 2 مرة واحدة، يعني دوزونا. نبدأ بسم الله على بركة الله. وصفة تاعنا اليوم، هنا عندي الليترة نتاع الحليب اللي نحطها في كاسرونة تاعي باش نخلطوا عليها المواد اللي نحتاجهم في الفلون نتاعنا. هذه الوصفة تقدر قلت لكم تخدموها فلون وحده. راح نحط هنا 4 ملاعق نتاع النشا اللي هي المايزينا او كما نقولوا هنايا طحين الذرة. 4 مغارف يكونوا معمرين مليح. هنا راح نزيدوا السكر. السكر هنا يديروا كما نقولوا هنايا كما تحبوا انتم. تحبوا حاجة حلوة زيدوا لها السكر، تحبوا حاجه نقص حلاوه نقصوا السكر. هنا درت 5 ملاعق نتاع السكر، يعني الذوق تاعها يجيني ممتاز. وهنا عندي الفلون هذا تاع الميزان اللي في كيما نقولوا احنا في الكيس، الكيس كبير فيه 700 غرام حتى الكيلو نتاع الفلون. انتم واش عندكم استعملوا، انا عندي هذه تاع الكبيره راح نستعمل 4 ملاعق تاع فلون بعطر الفانيليا. انتم هنا ديروا اي عطر حبيتو، تاع الشوكولا تاع الفاني تاع الفريزا تاع الفراوله، واش عندكم ديروا. هنا راح نخلط كل شيء، كل المكونات هذو بارد في بارد، ونحطهم على النار تكون متوسطه، ونبدا نخلط فيها حتى ونبدا الخليط تاعي يبقبق، يعني حتى وين يدير فقاعات كما راكم تشوفوا فيهم نتحصلوا على هذا الخليط تاع الفلون. ماذا بكم ما تخلوش يجمد بزاف. هنا جبت هذو الليفيري نتاعي ولا هذو الكؤوس الشفافه اللي راح نديرهم في البلاط تاع البيض باش يجيني على شكل مائل كما راكم تلاحظوا. عمرتهم غير شويه فقط، وماذا بكم قد ما تميلوا الكاس قد ما يخرج لكم مايل بزاف ويجيكم شباب كما راكم تلاحظوا. شوفوا كيفاش الكاس قد ما ميلتوا قد ما راح يكون لكم الفراغ من الجهه الثانيه. هنا زيد نحاول نعمر كاس واحد اخر باش تشوفوني. شوفوا نعمر الاول في القاعده تاعو ومن بعد نميلوا هكذا بهذا الطريقه، ونحطهم هنايا حتى وين نشوفوا هذوك الكؤوس تاعي يعني جمد، هذاك الفلون تاعي جمد ولا كما نقولوا هنايا شد روحه. نحطهم بجي. انا عاد درت كميه كبيره الله يبارك، يعني درت 3 حليبات تخرج لكم كميه الله يبارك ما شاء الله. انا درت سلطه الفواكه تاعي اللي حطيت تقريبا 5 ملاعق نتاع السكر، وهنا راح ندير 4 علب نتاع الياغورت باي ذوق. انتم هنايا تقدروا تنقصوا الكميه، يعني ديروا نصف الكميه فقط، تقدروا ديروا حتى علبه تاع ياغورت وحده تكفيكم. هنا راح ندير عطر الفا عفوا ماء الزهر تقريبا 4 فنجان لحوالي 1/3 ملاعق ولا ملعقتين تاع ماء الزهر. وهنا راح ندير اي عصير عندكم، يعني كما نقولوا حنايا جي اللي عندكم استعملوا، تاع البرتقال تاع الاناناس تاع التشينا واش عندكم عصير استعملوا، العصير تاع المحلات. ونخلط كامل هذه المكونات مع بعض هنا باش نتحصلوا على السيرو اللي احنا عملوه في سلطه الفواكه تاعنا. وماذا بكم هذا الخليط يكون شويه عقد، ما يكونش خفيف بزاف كما راكم تلاحظوا فيه، يعني القوام تاعو يكون ثقيل. هنا راح جبت عده فواكه، انا استعملت كميه قلت لكم كبيره الله يبارك. درت 3 حبات تاع تفاح، 4 حبات تاع بنان، 6 حبات تاع فراوله تكون كبيره، 2 حبات تاع كيوي، و3 حبات نتاع البرتقال اللي كامل قطعتهم صغيره كما راكم تلاحظوا فيها. قلت لكم انا خدمت كميه كبيره، انتم تقدروا ديروا حتى نصف 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 حبه من كل حاجه راح تخدم لكم، ولا حبه 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 راح تخدم لكم كميه الله يبارك. انا خلطت كامل المكونات مع بعض. وصلت الفواكه نعطيكم فكره ومعلومه عليها، انكم قد ما تخلوها في السر تاعها تشرب قد ما تزيد تعطيكم بنه اكثر واكثر. هنا نغطيها ونخليها حوالي واحد نصف ساعه هكذاك، ونعاودوا نرجعوا لها هنا بعد ما يكونوا صارت الفواكه تاعنا تشربت هذيك السوائل ودات البنه تاعها، والفواكه عطاونا البنه تاعها في هذيك السيرو تاعنا. نرجعوا هذيك الخليط تاع الفلون اللي كان ديجا راهو جمد كما راكم تلاحظوا، ونبدا نعمروا في ليفيرين تاعنا والكؤوس هذه الشفافه. اذا كان عندكم كؤوس تاع بلاستيك ديروا فيها هذو، ليفيرين تاع الزجاج ديروا فيها هذو، ديروا فيهم الكؤوس تاع الزجاج عفوا ديروا فيهم كذلك، يعني واش عندكم استعملوا. هذو هما صارت الفواكه تاعنا.
بالفلو، وكذلك نعطيكم تزيين من فوق ديروا زينوا باش حبيتوا، تقدروا ديروا ورقه تاع نعناع، انا ما كاش عندي نعناع. واش عندكم حاجه كديكور من فوق ولا كتزيين استعملوا. خاوتي خياتي ان شاء الله عجبتكم وصفه تاعنا اليوم، والبنات حدا دائما نقول لكم انا ما قلت قالوا قلت بزاف بنينه ما شاء الله عليها. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وان شاء الله تجربوها، وان شاء الله تبارطاجيوها، وخلونا تعليق شباب يكون رائع هايل كيما نتوما. تهلاو فيكم بزاف بزاف، سلام.